عايزين ناخد تعريفات مهمة جدا قبل ما ادخل على التسعير. اول تعريف الماركب اب، الماركب اب هتبقى دايما اكتر حاجة تبقى سامعينها في مجال التكاليف. هيقول لك الماركب، نسبة الماركب. طيب الماركب دي ايه؟ بيساوي في الاخر انا بعت ودفعت فلوس على اللي انا دفعته. يعني انا ايه؟ يعني بمعنى الكلام ده ايه؟ ان انا مثلا سعرت البند ده ب 100 جنيه زي ما هنشوف مثال، والبند ده كلفني 80 جنيه، لو قسمتها على 80 جنيه يبقى ده اسمه ماركب. تمام؟ يبقى هو الكوست يعني ده كأن الفلوس اللي زادت على التكلفة، الفلوس اللي زادت على التكلفة اللي هو برايس كوست مقسومة على التكلفة. تمام؟ طيب المارجن، لا ال 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 السعر او الفلوس اللي زادت عن التكلفة مقسومة على البرايس، ده اللي انا بتعامل بيه، ده اللي انا بسعر بيه، بحسب المارجن ومنه بجيب البرايس زي ما هنشوف ان شاء الله. تمام؟ ده اللي ببدأ اجيب منه البرايس. طيب البرايس ده خلاص، البرايس الفلوس اللي انا باخدها نتيجة الشغل اللي انا عملته. البرايس ده في الاخر انا دفعت تكلفة وتعبت، فانا عايز بروفيت، فده البرايس. يبقى البرايس توتال كوست على واحد ناقص المارجن، عشان كده ان ده المارجن اللي انا بتعامل بيه لما اجي اسعر، بتعامل بالنسبة المارجن. اوكي، يبقى توتال كوست اللي هو الدايركت زائد الاندايركت. هنشوف ان شاء الله ان احنا بنحسب الدايركت كوست وبنحسب الاندايركت كوست، وساعتها نسبة المارجن دي بالنسبة لي هتبقى معروفة، فاحنا ما محتاجين نحسب البرايس. ومن هنا بالمعادلة دي هنجيب البرايس بتاع المشروع كام، او المشروع هيقفل على كام، لان الدايركت بيتحسب والاندايركت بيتحسب، ونسبة المارجن دي بتبقى نسب معروفة زي ما هنشوف مع بعض إن شاء الله، فبتبقى النسبة دي معروفة، فساعتها بالمعادلة دي هنعرف المشروع في الآخر تكلفته كام. تمام؟ فعرفنا المشروع تكلفته كام أو سعره هيبقى كام، فهنقسم السعر ده على الدايركت، هنطلع منه النسبة، فالنسبة دي هي اللي هتتضرب في أي بند دايركت إحنا يعني جيت في نص المشروع مثلا في في او، او في بند مستجد، او في بند بتتاكد بند غير مثيل. هتلاقوا كده بالذات لو انتوا قاعد ان شاء الله اشتغلتوا في مشاريع جيش او مشاريع حكوميه، تبقى اسمها بنود غير مثيله. بنود غير مثيله ديت اللي هي البنود مش موجوده عندك في البي او كيو، فهتلاقي مثلا انت محتاج والاستشاري مثلا او المالك قال لك لا نفذ البند ده بالطريقه الفلانيه، فانت محتاج فلوس، فهتيجي هتسعر البند كدايركت وهتضربه في النسبة اللي هتطلع من هنا، وفي الآخر ده هيبقى اليونت برايس بتاعتك زي ما هتشوف إن شاء الله في المحاضرة. ده الإثبات، المعادلة دي إن البرايس بيساوي التوتال كوست على واحد ناقص المارجن. إزاي جت من المعادلة دي؟ إزاي الكلام ده؟ سوري، جت من المعادلة ديت، من معادلة المارجن، بروفيت مارجن. طيب إحنا اتفقنا ان البروفيت مارجن بيساوي ايه؟ برايس ناقص كوست على برايس. بكل بساطه لو وديت البرايس الناحيه التانيه يبقى نسبه المارجن في البرايس بيساوي برايس ناقص كوست. طيب لو انا وديت الكوست الناحيه دي وجبت المارجن في البرايس الناحيه ديت، يبقى ساعتها الكوست بيساوي برايس ناقص مارجن، كنسبه مارجن في برايس. طب لو انا خدت البرايس عامل مشترك، يبقى الكوست بيساوي الواحد ناقص المارجن في برايس، يبقى البرايس بيساوي ايه؟ بيساوي كوست على واحد ناقص المارجن. تمام؟ المعادلة دي خلوها دايما في ذهنكم، عشان دي ان شاء الله هنحتاجها لما نيجي نسعر في خلال المحاضرة ديت. يبقى البرايس بيساوي كوست على واحد ناقص المارجن. ده اكزامبل على الجزء اللي احنا خدناه، ان مثلا لو عندي تكلفة منتج 50 جنيه وانا بعته ب 60 جنيه، فعايز اشوف نسبة المارجن كام. يبقى ساعتها خلاص نسبة المارجن
الستين ناقص خمسين على كام؟ على ستين. طب في الطبيعي ايه اللي بيحصل؟ في الطبيعي بيبقى انت عندك نسبة المارجن تبقى معروفة، لأن هي بتبقى نسب جاية من انشورنس مثلا، نسبة انشورنس تبقى معروفة، نسبة مثلا الفوائد البنكية تبقى نسب كده معروفة تعاقديا، فبتطلع منها المارجن. تمام، طبعا بيتضاف عليها نسبة بروفيت، فبتبقى نسبة المارجن دي عندك معروفة، والخمسين جنيه دي تبقى عندك معروفة، اللي هو في الآخر دي التكلفة اللي أنت بتقعد أصلا بتعملها استيميشن. فأنت دي الخمسين جنيه معروفة ونسبة المارجن دي معروفة، فبقى إيه الناقص؟ بيبقى محتاج اليونت برايس، تبقى الستين جنيه بالنسبة لك دي الحاجة اللي مش معروفة. تمام؟ طيب لو إحنا عايزين نحسب المارك أب، طيب لو أنا لو المثال اللي قبل كده، لو أنا عندي بقى نسبة المارجن 18%، ده اللي بيحصل معايا، ده اللي بيحصل معايا، بيبقى عندي نسبة المارجن 18% أو نسبة المارجن تبقى معروفة، والكوست بتاعي أنا كده كده مسعره، فبحتاج منها اليونت برايس. فساعتها لو احنا طبقنا في معادلة البرايس بيساوي التوتال كوست على واحد ناقص المارجن هيديك البرايس، بس انا ما عملتهاش، انا عملتها المعادلة دي. انت ممكن مثلا تعوضه في البيت، نقوله مثلا اللي هو البرايس بيساوي التوتال كوست على واحد ناقص المارجن، هيطلع لك ال61، هيطلع ال61 جنيه دول برضه. تمام، لو احنا عايزين بقى المارك اب، المارك اب خلاص احنا اتفقنا برايس يبقى 61 ناقص كوست على ناقص 50 على كام؟ على الكوست على 50. تمام، طيب في بقى يعني خليها دي لما نبدا نسعر، يعني خلي المعلومه اللي هقولها دي لما نيجي نبدا نسعر.